لكن الظروف صعبت وخلتنا نتوب بين الحلول نتعب ونتأمل وصول بس مش معك لو تيأس بلحظة وتخذل من معك تتجاهل النور اللي خوفي لو يزول لكن معك لو ناوي نرجع نحصد البذرة ثمار نمسك زمام الأمر نبحث عن حلول أيوة معك يدي على يدك تعال نسمع مهاجلنا بأطراف الحقول أيوة معك مسلسل درامي إذاعي تأليف زياد القحم فارقة بنت معياد آلاء جمال إخراج نزار حمزة على الموعد الحلقة 5 والأخيرة. ما جاوبتيناش ترجعي لها لطيفة أنا مشتيش أطلقك أشتك ترجعي أنت متأكد إن ده الشي اللي تشتيه عمري ما كنت واثق من قراري زي هذا القرار أنا كل اختياراتي كانت غلط من يوم ما تركتينا وأنا ما قدرش أقدم خطوة لقدام واليوم أنا واثق من هذا القرار 100%. وعشان خاطر الحب اللي بيننا وعيالنا وبيتنا وافقي ورجعي وأنا وعدك وعد يشهد عليها الله إن أنا أبذل كل جهدي عشان أكون أب وزوج مهتم ويقوم بدوره على أكمل وجه وأنا موافقة الحمد لله أبا أمه يلا يلا نروح نطلع السيارة بتي مرضوا مطار وبرد يلا 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 أبا 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 هات مفتاح السيارة بس وقنا أنت شكلك تعبان ومرهق طيب طيب يلا شلها وبسرعة يلا هي هي يا هو مراد فين بنروح للبيت كيف للبيت وأخوك نوصل للبيت بقول لكم ممكن نوقف تضيع وقت من أمس وإحنا جالسين نضيع الوقت والسبب أنت واقتراحاتك لا خلاص يمه ما عاد فيش تضيع وقت إذن خلونا نروح لقسم الشرطة وبعد المستشفيات لا إحنا بنروح بيتنا ما عاد فيش داعي نروح لا أقسام ولا مستشفيات مالك يا مراد إيش بتعرضنا هكذا ولا إيش إيش هذا البرود اللي تتكلم فيه بو إيش فيه يا أبا أنا معاندكمش ولا حاجة بس أنا كلمتكم إن إحنا بنروح للبيت لأنه ما عاد فيش داعي نروح أي مكان تاني كيف يعني ما عاد فيش داعي اتكلم بوضوح وبدون ألغاز ببساطة أحمد في البيت عند جدي صدق؟ الموضوع هذا ما فيه بوش مزاح وانت كيف عرفت؟ جدك كلمك؟ لا أحمد اللي كلمنا ايش اللي بيحصل؟ خلاص يا أمه احنا قريبين لما نوصل بكلمكم بكل شيء مراد تعال أول شيء تعال بسلم عليك يا بطل تعال 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 يلا قل لنا فين كنت؟ أنا إيش دخلنا؟ اسألوا مراد مراد؟ بس لا تنكروش إن أنا مخرج وممثل شاطر يعني لو درست لي إذاعة تلفزيون إنه حصل لي من إدارة أعمال تقول يعني أنت كنت عارف إنه من البداية؟ أكيد ولا كنت بجنن لو حصل لأخي حاجة كلم بسرعة أحسن لك والآن تفهمنا كل شيء أنا بصراحة عاجز أتفهم معاكم لو جيت أكلم أمي تقول لي أنت ابن أبوك وإن جيت أكلم أبي قال لي أنت بتحب أمك تسمع كلامه ما كانش عندي أي طريقة أتفهم فيه معاكم ففكرت علينا وأحمد وقررنا ننفذ هذه الخطة قلنا يمكن يوم واحد يختفي فيه بو
يفهمكم اشياء كثيره ما قدرناش نفهمكم. هي يعني بتربينا وتعاقبنا انت؟ يابا ما قصدنا نرجعكم لبعض، لاننا كنا خايفين من انفصالكم ففكرنا في هذه الفكره. ومتى فكرت في هذه الفكره؟ لما سمعتكم تتصايحوا على موضوع اللقاح قررت اتدخل، وجلست يومي طول الليل افكر بالخطه، ولما ترتبت بعقلي قمت الصباح واتفقت مع هذا البطل ووافق على طول. طيب وفين اخذته؟ وعند من جلس يوم كامل؟ عند شريكي في هذه الخطه، صاحبي من الجامعه، هو اللي ساعدني عشان تكتمل معي القصه، وهو اللي كتب التعليق حق المستشفى، وهو اللي كان معه الحساب اللي باسم ياسين اللي اخترعنا في يبو ديك المحادثة. ما شاء الله على ابني ما شاء الله، أني مش عارفة أفرح بك ولا أقول مقتلك. طيب وليش أخذتهم المستشفى؟ لأن المستشفى اللي ولد فيه بأحمد ياقد، قلت يمكن ذكرياتهم هناك ترجع لهم الإحساس بأهميتنا وأهمية العائلة. من قال لك نحن منحس بأهميتكم عندنا؟ أنا عارف إيش إحنا بالنسبة لكم، لكن في الفترة الأخيرة عنادكم ومشاكلكم غطى على كل شيء تاني، ونسيتوا الأشياء الحلوة اللي كانت بينكم. وليش جبتهم لعندي؟ كان عندي أمل إن هذا الوضع ذوب الثلج اللي بينك وبين أبي ويرجع علاقتك بنا، بس بصراحة كان أكبر من توقعاتي إنك تقرر تكسر عزلتك وتجي معانا. ما تتخيل يا جدي كم فرحتي الآن بك. يعني أنت سويت هذا كله عشان أوافق أخذ اللقاح أنا وجدك؟ بالضبط، وكمان كنت اشتيكم ترجعوا لبعض. طيب اللي ما تعرفوش ان تهورك هذا خلانا انا وامك ناخذ قرار مهم جدا. ايش؟ قررنا نرجع لبعض وما عاد نتطلقش. احلى خبر سمعته بحياتي. والله قررنا نرجع لبعض. شفت احمد، هذه الخطه اللي كنت خايف منه. انا مش مصدق ان احنا بنرجع نعيش بيت واحد ومعانا احنا قدي كمان. يا روحي انت. شكرا يا امي لانك تنازلتي، لو تعرفي كم محتاجة لك. واني محتاجة لكم، وحياتي من دونكم ما لهاش معنى. الله يصلحكم ويوفقكم. انت الخير والبركة، وما تكتملش حياتنا إلا وانت معانا وتأخذ اللقاح انت وسامر. بإذن الله بأخذه، بس بيتي ما أقدر أتركه، ولكن تعالوا زورونا وأنا بزوركم. يلا يلا يا شباب يلا قوموا، هيا هيا قوموا هيا. أنا مش فاهمة ليش ضروري تصحينا كلنا من 6 الصبح، حرام عليك. عشان القومة بدري تجيب للجسم نشاط وقوة وحيوية، ولا عشان نلحق ناكل كلنا في البيت قبل ما نخرج. هيا هيا قوموا يلا يلا سريع يا شباب. قد كنا على النسخة القديمة حسن، الله يرعي ما كان التلفون يرن يرن لما ينتحر ولا تقوم. بطلوا كسل يلا صحصحوا كلكم هيا. ايش ترقد؟ حرام عليكم. صباح الخير يا حبيبي. صباح النور البنور. 3 اسابيع من على ما رجعنا وعدنا كل يوم اصحي واحس انه حلم. بعد كل هذه المده احنا في بيت واحد. شفتم ايش سويت عشانكم وما حد فيكم شكرنا. حمد ربك ان احنا ما عاقبناكش على اللي سويته. من صدق ما حدش يعمل خير هذه الايام. شفت يا سامر، لليوم بيكون لكم 3 اسابيع من لما اخذتوا اللقاح وما حصلش حاجه من اللي كنتوا خايفين منه. صدقوا كان احسن قرار اتخذناه كلنا هو ان احنا ناخذ اللقاح، كده حمينا انفسنا من المرض، قدرنا ان احنا نساعد في حمايه مجتمعنا من اي موجه ثانيه للمرض، وبشهاده اللقاح الان نقدر نسافر ونمارس حياتنا بشكل طبيعي. كان المفروض أوثق في رأي زوجتي من أول يوم، أحلى دكتورة في العالم، وعن نفسي بجلس ممتن للقاح هذا طول عمري، لأن أنا بسببه عرفت كم أنا غالي عندك. يعني بتشكر اللقاح وأنا لا صح؟ إيش من عيلة معانا يا رب، ما تقدرش المواهب والفنانين. روح تجهز وبدون كلام كثير. الله يخلينا لبعض ومع بعض دائما وأبدا. آمين. تأليف زياد القحم، فائقة بنت معياد، آلاء جمال،
مراجعة نص يسرى عباس، بطولة نبيل حزام، نجيبة عبد الله، أمل إسماعيل، عبد الله يحيى إبراهيم، هديل أبو أصيل، عبد الغني مطاوع، أحمد المعمري، رشاء السلامي، محمد أبلان، نزار السنفاني، معتصم السامعي، سليمان البراي، علياء الحماطي، معتصم السامعي، لطيفة أبو هاشم، رجاء صالح. تمثيل شهدي راجح، أمل الشيباني، آية الزمر، أشرف الداري، أنور الشرفي، عمرو الدلاق. مدير خط الإنتاج سحر عبد الله. منسق المشروع أمل الشيباني. مدير إنتاج أسامة الشهاري. منسق إنتاج نبيل العريقي. متابع إنتاج عبد الله المدعي. مصحح لهجة علياء الحماطي. أغنية التت كلمات حنان الصغير. ألحان وإنتاج صوتي إبراهيم بن طالب. توزيع موسيقي ومكساج محمد بريشان. غناء عزوز العواضي. الإشراف الفني هاشم حمود هاشم. الإشراف العام خالد سلام. إخراج نزار حمزة.